سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. السمع هنا سمع استجابة، ولا شك أن الله عز وجل يسمع، فليس إخبارا عن أن الله عز وجل يسمع، فهو يسمع، لكنه جل وعلا يستجيب لمن حمده، فتكون كلمة سمع يعني استجاب. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع، كما عند مسلم. وفي رواية الترمذي: ومن دعوة لا يستجاب لها. فقوله من دعاء لا يسمع فسر بالرواية التي عند الترمذي من دعوة لا يستجاب لها. ولا يعني أن معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، لا يعني أنه جل وعلا لا يسمع، بل هو دليل على ثبوت صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة السمع.